التدخل الروسي في إغلاق معبر باب الهوى له تأثير، لأن روسيا ما كانت مخلصة في يوم من الأيام. إنه كل شيء متوقع من روسيا، وممكن هي تستخدم حق نقض الفيتو مشان إغلاق المعبر الوحيد والمنفذ والشريان الوحيد اللي بيغذي المنطقة المحررة. هي عم تسعى من خلال هالشيء مشان ترضخ المحرر إلها، مشان يرضخ المحرر إلها وللنظام، لأن بإغلاق باب الهواء والمنفذ الوحيد اللي عم تدخل منه المساعدات للناس، فهذا الشيء اللي بيخلي المحرر يرضخ لهم وينفذ مطالبهم. روسيا والنظام هني نظام اثنيناتهم نظام قمعي فاشل، بده يرجع الناس لعند النظام، بتسعى بتسكير معبر باب الهواء تجوع الناس وترضخهم ويرجعوا لعند النظام. بعد الله معبر باب الهواء، لأنه هالفتحة الرئيسية هي لهالشعب هذا اللي عم تيجي مساعدات من الأمم المتحدة. سكروا المعبر بيصير تتراجع كثير، بتتراجع لدرجة منين بيجيبوا لنا يبقى مساعدات؟ ما بتضل لا طرق ولا معابر ولا شيء يجيبوا لنا مساعدات. هلأ في مجاعة عنا، هلأ في عنا مجاعة، كيف لو سكروا باب الهواء؟ نحن ما بنقبل هالشيء، لا كبير ولا صغير ولا حدا. المساعدات الأممية هي المنبع الرئيسي للشعب الفقير، هي كلها لولا ما فيها المساعدات ما كان يعني صار هيك، كان صار مجاعة عنا. ما في مدخول غير من على المعابر، هذا عم يدخل لنا الغذائي والأكل والشرب حتى المي.